السلام عليكم متابعين قناة سبا سبورت. في الفيديو إن شاء الله تعالى راح نحكي على تصريحات الكابتن إياد عثمان وتخليه عن رقم 7 للكابتن عمر خريبين. وبنهاية الفيديو راح أرد على تعليقاتكم الكريمة، وبتمنى توصلون هذا الفيديو لل 500 لايك. بعرف أنتم قدها وقتود، بتمنى توصلوا هذا الفيديو فقط لل 500 لايك. لاعب بقيمة الكابتن إياد عثمان ترك أوروبا ورفاهية أوروبا ومنتخباتها العريقة والتحق بمنتخب سوريا، فهذا هو السوري الأصيل. شد ما الإنسان اقترب عن بلده، شد ما بعد عن بلده، ولكن نهايته مرجوعه لبلده. لو كان عايش بأرقى دول العالم ويلعب مع أهم المنتخبات، ولكن نهايته لبلده. صراحة بتصريحات مهمة جدا الكابتن إياد عثمان لفتت لي انتباهي، فحبيت أني أعمل هالمبادرة وأحكي هالكلمتين حلوات بخصوص الكابتن إياد عثمان. تخيلوا لاعب مثل الكابتن إياد عثمان تخلى عن كامل استحقاقاته مع نادي هيرمنشتاند الروماني، مشان شو؟ مشان يلعب 3 مباريات شبه كانت حاسمة لصالحنا مع الصين، غوام والمالديف. هاي المباراة الثلاثة ما بدها لاعبين بقيمة الكابتن إياد عثمان، ولكن حبه للمنتخب السوري وحبه لزملائه وحبه لعمله، فترك كل هالأموال وترك كل هالعقد مع نادي هيرمنشتاد، فمباشرة التحق بالمنتخب السوري. والقاسي والداني كان يعرف انه نحن متأهلين، حتى لو نحن خسرانين مع غوام وربحين على المالديف نحن خلص متأهلين، ولكن هو حب يكمل مسيرته الطيبة مع منتخب سوريا. وكلياتنا شفنا بالفترة الماضية انتقال الكابتن إياد عثمان للدوري اليوناني للمحترفين، وهذا النادي سابقا كان يلعب فيه الكابتن محمد عفش محبوب عشاق نادي الاتحاد. وطبعا من جملة التصريح هو اختار اليونان لأن الدوري اليوناني من الدوريات القوية بأوروبا، وكمان لأن الدوري اليوناني تابع للاتحاد الأوروبي، وهو عم يحاول أنه يطور من نفسه بشكل أكبر. وهو ذاكر بتصريحه أنه مدة العقد سنة واحدة، مشان إذا خلص العقد يكون له الحرية بالتغيير النادي. كمان من أهم تصريحاته: تلقيت عروض قوية من الدوري الروماني، طبعا هو كان بالدوري الروماني، ومن الدوري الروسي، وكلاتنا بنعرف أنه الدوري الروسي من الدوريات الممتازة بصراحة بأوروبا، طبعا الدوري أدنى من الدوريات الخمسة الكبرى المعروفة. وهون ركزوا لي على التصريح المهم بصراحة: هدفي أن ألعب في الدوري الأوروبي أو في دوري أبطال أوروبا. هاد يعني عنه طموح يوصل لأبعد الحدود. خلاص بنشوف بعض اللاعبين السوريين اللي احترفوا قد يكون مجالهم الدوري الكويتي أو الدوري القطري أو الدوري السعودي كحد أعلى. لا، هون اختار الدوري اليوناني الكابتن إياد عثمان مشان يلعب بالدوري الأوروبي، والدوري الأوروبي يعني أقوى تاني بطولة بقارة أوروبا، وهدفه أنه يكون يلعب بدوري أبطال أوروبا. وما أدراك ما دوري أبطال أوروبا. وأهم نقطة اللي حاب أنا أنوه عليها: لا يوجد مشكلة مع عمر خريبين، وليس من المعقول أن يكون هناك خلاف بسبب القميص. الله عليك الله عليك. خلاص هاي مثلنا نوهنا في بداية الفيديو، هو يتخلى عن الرقم 7 الكابتن عمر خريبين، وبالأساس كان الرقم 7 للكابتن عمر خريبين، ولكن بعض المشاكل اللي صارت ما بين الكابتن عمر خريبين والكابتن نبيل معلول، ف يعني بصراحة طريقة ما احترافية من الكابتن أو من الاتحاد الكرة بشكل خاص، يعني أنه تشيل رقم أهم النجوم منتخب سوريا تعطيه لغير لاعب. مع احترامنا الشديد الكابتن إياد عثمان بيستاهل كل خير بصراحة يعني. فهون مصرح الكابتن إياد عثمان: ما عندي مشكلة مع عمر خريبين مشان رقم 7 أو القميص. كمان حكى كلمة بحق الكابتن عمر خريبين: عمر خريبين لاعب كبير وقدم الكثير للمنتخب السوري، وتخلي عن رقم 7 عندما يعود الكابتن عمر خريبين. فإن شاء الله تعالى يعود الكابتن عمر خريبين، وشفنا تصريحات الكابتن نزار محروس، خلاص انتهت المشاكل إن شاء الله تعالى بالقريب العاجل راح يكون عمر خريبين متواجد مع المنتخب السوري وراح يرتدي رقمه 7 الاعتيادي. ومن جملة تصريحاته: لا أعرف الكابتن نزار محروس شخصيا. فهنا أول مرة راح يتعاملوا مع بعض الكابتن إياد عثمان والكابتن نزار محروس. بصراحة الكابتن نزار محروس بتعامله مع اللاعبين احترافي جدا لأبعد الحدود، يعني بتشوفه مع اللاعبين بتشوفه يعني من جيلهم، ما بحس حاله انه كبير وعضل عابس وما بعرف ايش، لا
فهون حتى الكابتن اياز عثمان باخلاقه الجميله واخلاقه العاليه، فان شاء الله تعالى راح يكون في انسجام قوي بين الكابتن اياز عثمان والكابتن نزار محروس. ومن جمل التصريحاته كمان المعلول هو من اختار مركز السابق، ولكن افضل ان العب بمركز رقم 8. يعني بصراحه كلياتنا شفنا انه في بعض التخبط كان بالكابتن نبيل معلول، فشفناه يعني حط اياز عثمان بمحل، فهي من المشاكل بصراحه بالكابتن نبيل معلول. يعني اللاعب هون مصرح انا بحب العب برقم مركز رقم 8، فهون صار في تخبط في تلبك. يعني الله يصلحه، على كل حال هو راح بحال سبيله ونحن ماشيين ان شاء الله تعالى بخطوانا. ومن اهم التصريحات اللي بصراحه شوي صغيره رفعت لي معنوياتي، نعم قادرون للوصول لكاس العالم بشرط اكمال صفوف المنتخب كاملا. نقطة مهمة، شفنا بالفترة الماضية تقريبا على مدار السنة وثلاثة أشهر مع وقت اللي كان مستلم الكابتن نبيل معلول، ولا مرة ما شفنا المنتخب مكتمل الصفوف. دائما كنا نشوف والله أحمد الصالح عم بيعاني من إصابة، عبد الله الشامي عنده إصابة، عمر السومة تعرض لإصابة، فإن شاء الله على دور نزار محروس، الكابتن نزار محروس، منتخبنا يكتمل الصفوف. وآخر نقطة له، لدينا حظ كبير للتأهل لكأس العالم ولكن المجموعة صعبة. فيعني هون حتى اللاعبين عم يتأملوا خير انه يتأهلوا لكأس العالم، وعارفين انه المجموعة صعبة، ولكن هذا الشيء بده جهد الكل من الكادر التدريبي والإداري واللاعبين وأصغر شخص بالمنتخب. فهي أبرز التصريحات الكابتن اياز عثمان. خلينا نرد على بعض أهم التعليقات اللي جتنا بالفيديوهات الماضية. والتعليق الأول من الأخ عبود عقيل، هلا وغلا أبو هاني المحترم، سؤال أخي الكريم، من يمتلك الخبرة أكثر، عدنان حمد أم نزار محروس؟ وشكرا أخي. المهم بصراحة أنا رديت عليك أخي عبود، الشخصين كبار واثنيناتهم على العين والرأس. أنا رديت عليك بالتعليقات، أنا أصغر مني أقيم الكابتن عدنان حمد أو الكابتن نزار محروس. الاثنين كانوا لاعبين منتخب العراقي ومنتخب السوري، كان لهم تجارب حافلة، كان لهم إنجازات، كان التاريخ يشهد لهم اثنيناتهم كبار. وحتى حاليا بمسيرتهم التدريبية الكباتن اثنيناتهم عندهم سجلات نظيفة والتاريخ بيشهد لهم. أنا أصغر مني أقيم هذول الاثنين. فشكرا على تعليقك الحلو وتعليقك الجميل أخي عبود. والتعليق الثاني من القناة منى أحمد منوعات، تحياتي لك، أنك والله أنت متفاعلة معنا جدا بإعجاباتك وبتعليقاتك. سؤالها كان محمود البحر ماله بالتشكيلة ليش؟ طبعا حكينا بالفيديو الماضي أنه معسكر اللاعبين الحاليين المحليين طبعا هذا فقط لخطوط حراسة المرمى واللاعبين خط الدفاع واللاعبين الارتكاز، والكابتن نزار محروس مطمئن لخط الهجوم. كان هذا الشيء الكابتن نزار محروس ما استدعى الكابتن محمود البحر، ان شاء الله راح يكون بتشكيلة أساسية. لان ليش؟ لان لاعب سهل، لاعب فرض حاله بالدوري السوري من الهدافين. فخلال السنوات الماضية ما كنا نشوف غير الكابتن محمد وقت هو هداف دوري، لا هالسنة طبعا بالسنة الماضية فكسر هذا الرتم. الكابتن محمود البحر هو صار هداف الدوري بالموسم الماضي، وبالايام القادمة ان شاء الله تعالى اكيد راح نشوف كابتن محمود البحر مع منتخبنا الاول. ومشان ما اطول الفيديو عليكم، اخر تعليق من التعليقات المهمة بصراحة من الأخ أحمد، احترامي لك، أنت متأخر بنشر الفيديو. أنا شفت هذا الفيديو من قبل كم يوم قبل ما ينتهي. المهم هو قصده أنه أنا أحيانا بتأخر بنشر الفيديوهات، وأنا شرحت له بالتعليقات وحكيت بكتير فيديوهات ماضية. الوقت الضيق هذا اللي عم بذبحني، وقت ضيق جدا هون. يعني بطلع من شغلي الساعة 8:30 الصبح، برجع الساعة 8، فهون أغلب الأخبار اللي عم تطلع تقريبا بدك تقول من الساعة 3 للساعة 6 أو الساعة 7، أنا ما عم بلحق إني أنشر أول بأول. فهذا شو عم بصير معي حاليا، عم بصور الفيديو يوم الأربعاء وراح أنشره نهار الخميس، وتصريح الكابتن أياد عثمان كان نهار الأربعاء. فمشان هذا الشيء أنا عم بتأخر بنشر الأخبار، فما لي حل بصراحة. حتى فترة من فترات هيك بيخطر على بالي اني انا فشلت، يا هل ترى معقول انا فشلت باليوتيوب؟ ما مش هجي، ما عم بجيب مشاهدات وما عندي تفاعل. ف
صراحة لله الأمر. فهذا الفيديو اليوم إن شاء الله ينال إعجابكم، وظل بخير وصحة والسلامة. السلام عليكم متابعين قناة سبع سبورت.